بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. نكمل موضوع اختبار التزايد والتناقص والنهايات العظمى والصغرى في هذا الدرس. أخذنا مثالين في الدرس الماضي، مثالين على دالة كثيرة الحدود. الآن نأخذ دالة جذرية ودالة كسرية ونشوف الفرق بيناتهم. هذا الموضوع يمهد إلى موضوع رسم الدوال بشكل أدق، على اعتبار أن التفاضل هو الجزء الأفضل في حل الأسئلة وليست النقاط الإضافية اللي استخدمناها في الصف الثالث والرابع. لاحظوا يا هذا المثال إن شاء الله. المثال بهذا الترتيب: مثال رقم 3 f of x يساوي لنا الجذر التكعيبي ال x تربيع. خطوات الحل: نشتق الدالة، الحل السؤال ال f برايم of x. قبل الاشتقاق لاحظ الدالة مكتوبة تحت الجذر، يحتاج إلى تعريف الجذر. نقدر نكتب الناتج قدام الخطأ ويساوي الناتج الأكس للأس 2 على 3، نقسم الأس على درجة الجذر. تعريف الجذر: نشتق هذه الدالة، 2 على 3 أمام الناتج، الأكس نطرح منها 1 يصير سالب 1 على 3. نعيد ترتيب السؤال أيضا تعريف الجذر مرة ثانية والرفع للأسس. راح يصبح بهذا الشكل f برايم اوف x يساوي لنا 2 على 3 في الجذر التكعيبي للاكس. هذه هي المشتقة. بعدها نجعل المشتقة تساوي صفرا حسب الخطوات اللي ذكرناها في الدرس الماضي. f برايم اوف x تساوي صفر، ومن عندها راح نستنتج الآتي: 2 على 3 في الجذر التكعيبي للاكس يساوي صفر، ومنها نستنتج أن الاثنين يساوي صفر. هذه الحالة غير ممكنة، نقدر نكتب قدام بالعربي بهذا الشكل غير ممكنة. وإذا أريد نجاوب بالإنجليزي نكتب اثنين لا يساوي صفرا. الحالة لا توجد نقاط حرجة للدالة، من أين نستنتج؟ لعدم وجود المتغير x، إذن لا توجد نقاط حرجة للدالة. هل هذا يعني أنه لا يوجد فيها تزايد وتناقص؟ كلا. الإجابة ماذا نفعل؟ نجعل المقام يساوي صفر، نحتاج هنا ملاحظة جانبية. حسب الملاحظات اللي ذكرتها سابقا عندنا أمثلة وملاحظات. الملاحظة الأولى في هذا الموضوع، رح نجعل المقام يساوي صفرا، صرنا 3 الجذر التكعيبي للإكس يساوي صفر، ومن عندها نقسم على 3 يعني اكو تقسيم، راح يصير عندنا الجذر التكعيبي للاكس يساوي صفر. بعدها تكعيب الطرفين للتخلص من الجذر، تكعيب الطرفين، ومن عندها راح نحصل الاكس يساوي صفر. هاي الاكس ليست نقطة، النقطة اللي تظهر من الاشتقاق الاول، فهنا تمثل عندنا فجوة تسمى فجوة. في الحالة نرسم خط الأعداد ونضع عليه هذا النقط حرف X اللي مثل عندنا الفجوة بهذا الشكل. هنا المشتقة F برايم of X، هنا الأكس اللي يساوي لنا صفر، وبدل أن نكتب عليها بالعربي ملاحظات فجوة هالشكل نضع دائرة حول الرقم بهذا الترتيب. ناخذ قيم اكبر من الصفر، هنا الاكس اكبر من الصفر جوار العدد الى جهة اليمين، وناخذ قيم اصغر من الصفر جوار العدد الى جهة اليسار، ونعوضها وين؟ في المشتقة. الاف برايم اوف 1 التعويض في المشتقة. المشتقة هنا يفضل ان تضع مداخل مستطيل او اي اشارات توضيحية لان الطالب يحتاجها بكثرة. راح يصير عندنا الناتج يصير 2 على 3 في الجذر التكعيبي للعدد 1، يطلع الناتج موجب 2 على 3، أي أن الإشارة موجبة. ثلاث إشارات كلش كافية بهذا الوضع. هاي المنطقة تمثل عندنا مناطق تزايد، وتحتها نكتب بهذا الشكل مناطق التزايد تساوي لنا x، تكتب بطريقة الصفر المميزة بحيث x أكبر من الصفر. المنطقة الثانية راح ناخذ
الاف برايم للسالب واحد الناتج يساوي لنا 2 على 3 في الجذر التكعيبي للعدد السالب واحد. جذر التكعيبي للعدد السالب الاشاره تكون الى الخارج بهذا الترتيب، راح الناتج يساوي لنا سالب 2 على 3 في الجذر التكعيبي للواحد هو 1، اي ان الناتج سالب 2 على 3. الإشارة سالبة تمثل عندنا تناقص. لاحظوا ياي، نكتب مناطق التناقص بهذا الترتيب، هذا المكان مناطق التناقص تساوي لنا X بحيث الX أصغر من الصفر. لاحظوا هذا المثال، الدالة هنا احتوت على فجوة بهذا الترتيب. مثال آخر، هنا عندنا دالة جذرية، ناخذ مثال على دالة كسرية، مثال رقم 4. الـ f of x تساوي لنا 4 على الـ x تربيع زائدا 2. نعيد خطوات الحل مرة ثانية. الحل s o l، نشتق هذه الدالة f prime of x يساوي خط كسر المقام في مشتقة البسط x تربيع زائدا 2 في مشتقة الأربعة 0 ناقصا 4 في مشتقة المقام 2x، مربع دالة المقام x تربيع زائدا 2 الكل تربيع، هذا العدد مضروب في صفر يروح. راح يصير عندنا f prime of x يساوي لنا سالب 8x، لاحظوا على الاكس تربيع زائد 2 الكل تربيع، هذه المشتقة. نجعل المشتقة تساوي صفراً، f برايم اوف x تساوي صفر، ومن عندها نستنتج سالب 8x على الاكس تربيع زائد 2 الكل تربيع يساوي صفر، ومن عندها نستنتج من خواص التناسب حاصل ضرب الطرفين يساوي لنا حاصل ضرب الوسطين. وهاي الطريقة راح نستخدمها وين؟ في المواضيع القادمة إن شاء الله. نحتاج فقط البسط، عندما نضرب الناتج في صفر يحتاج فقط البسط يساوي صفرا، أي أن سالب 8x يساوي صفر. وهذا الموضوع راح نلاحظه بكثرة وين؟ في موضوع تطبيقات عملية على الموضوع هذا إن شاء الله، أي نحتاج فقط البسط المقام عندما نجعل المشتقة تساوي صفرا، ما نحتاج المقام بسبب خاصية التناسب اللي موجودة هنا. تقسيم سالب 8، تقسيم سالب 8، ونقدر أيضا نحذف العدد بهذا الشكل، أيضا جائز في الرياضيات. راح نحصل الإكس يساوي صفر، هنا الإكس نقطة وليست فجوة مثل المثال السابق. نرسم خط الأعداد ونضع عليه قيمة الإكس. برايم اوف اكس هنا الاكس وهنا الصفر، هنا تمثل عندنا نقطه، هنا الاكس اكبر من الصفر وهنا الاكس اصغر من الصفر، والتعويض وين؟ في المشتقه للحصول على سلوك الداله. التعويض بالشكل التالي: f برايم اوف 1 العدد اللي هو اكبر من الصفر في المشتقة، وين المشتقة؟ هاي مشتقتنا. راح الناتج يساوي لنا سالب 8 في 1 على الواحد تربيع زائدا 2 الكل تربيع، الناتج في المقام مربع لان هنا تربيع عندنا، فالناتج يصير عندنا سالب. احتاج فقط الاشارة، اشارة الناتج، هاي الإشارات ثلاثة في الإشكال. هاي مثل عندنا تناقص، من عندنا نستنتج أن مناطق التناقص، مناطق التناقص تساوي لنا x بحيث الـ x أكبر من الصفر. عدد آخر، الـ f برايم للسالب واحد، الناتج يساوي لنا سالب 8 في سالب 1
على سالب واحد تربيع زائدا اثنين الكل تربيع. الناتج في المقام مربع، السالب في السالب موجب، الناتج يحمل إشارة موجبة، فقط الإشارة كلش كافية للنتائج. هنا هذه مثل عندنا شنو تزايد، ومن عندنا نستنتج أن مناطق التزايد، مناطق التزايد تساوي لنا x بحيث ال x أصغر من الصفر. النقطة الحرجة هسه نقدر نعوضها وين؟ في الدالة الأصلية. ومن عندنا نستنتج أن f of صفر يساوي 4 على صفر تربيع زائدا 2، الناتج يساوي لنا 4 على 2 ويساوي 2. إذا النقطة 0 2 نقطة حرجة مرشحة، نقطة حرجة مرشحة. إن شاء الله نكمل هذا الموضوع ونحصل على شنو معنى كلمة حرجة مرشحة وما هو الموضوع المتعلق بهذا الترتيب. لحد هنا أخذنا 4 أمثلة، المثال الأول والثاني كان أمثلة كثيرة الحدود، المثال الثالث على دالة جذرية، والمثال الرابع على دالة كسرية. ويستطيع الطالب أن يرسم الدالة للتأكد من صحة الحل، أي شك في السؤال الطالب يستعين بالرسم واللي هو موضوع تمهيدي لرسم الدوال. لحد هنا هذا الجزء الأول من الموضوع، إن شاء الله يكون بهذا الترتيب حتى ننتقل إلى تعريف النهايات العظمى والنهايات الصغرى المحلية اللي مرتبطة بالموضوع هذا، واللي العناصر الأساسية لها هو الخطوات الأولى في هذا الحل، أي نحتاج فقط إلى تعريف أو نتيجة لتكملة الحل. لحد هنا واضح الطلاب إن شاء الله، حتى نأخذ التعريف الثاني. ننتقل الآن إلى موضوع آخر اسمه النهايات العظمى والنهايات الصغرى المحلية للدالة. تكملة الجزء الأول من الموضوع، نحتاج هنا إلى تعريف، والتعريف موضح بالرسم. تعريف: لتكن الـ f of x دالة مستمرة في الفترة المغلقة، مستمرة في الفترة المغلقة A و B، وقابلة للاشتقاق، وقابلة الاشتقاق في الفترة المفتوحة، في الفترة المفتوحة A و B. فإذا كانت لاحظ النتائج وياي. النتيجة الأولى أوضحها بالرسم وأكتبها، وعلى الطالب يقدر يحفظ فقط الرسم كلش كافي لحل الموضوع. الاستعانة بالرسم أفضل من الكتابة، صورة واضحة استفاد منها الطالب للتوضيح. بهذا الشكل هذه هي الدالة f of x، وهنا عندنا الفترة من A إلى B، هذا المنطقة نقطة C، هذا المكان. لاحظوا وياي الجزء الأول من السؤال: إذا كانت عندنا الـ f برايم of x أصغر من الصفر، معناها سالبة في هذا المكان في السؤال. الـ f برايم of x أصغر من الصفر لكل x تنتمي للفترة من C إلى B، C B. وبنفس الوقت أيضا والـ f برايم of x أكبر من الصفر لكل x تنتمي للفترة AC، AC بالأولى سالبة بالثانية موجبة. راح تأخذ هذا الوضع بهذا الترتيب. لاحظوا يعني تشبه الرقم 8، لاحظ صورته بالضبط إيه الشكل صايرة. فتمثل عندنا هنا من التزايد إلى التناقص نهاية عظمى، نقدر نكتب عليه قدامه نون عين نهاية عظمى. هذا رسم توضيحي. النقطة اللي راح تصير هنا عندنا هي بهذا الشكل C بارزة F of C، هاي تمثل عندنا نهاية عظمى، نهاية عظمى. المطلوب في الوزاري كتابة هذا الجزء وليس هذه المختصرات، هذا الجزء الأول.
صورة ثانية للموضوع بهذا الترتيب: الاف برايم اوف اكس اكبر من الصفر لكل اكس تنتمي للفترة سي، الجزء الثاني راح ارسم هنا اوضحها ايضا، وايضا بنفس الوقت الاف برايم اوف اكس اصغر من الصفر لكل اكس ينتمي للفترة من اي الى سي، راح نحصل نقطة اسمها سي اف اوف سي، هذه النقطة تمثل لنا نهاية صغرى تشبه الرقم 7 نهاية صغرى. التوضيح بالرسم بالشكل التالي باللون الآخر، نعم اف برايم اوف اكس نعم المشتقة مثل سلوك الدالة، وهنا عندنا نقطة سي وهنا نقطة اي ونقطة بي. لاحظوا يعني الجزء الاول هنا من السؤال كنا هنا عندنا موجبة في هذا الشكل، وهنا عندنا سالبة تناقص، فالنقطة عندنا هنا تمثل النهاية صغرى تشبه الرقم 7 بالضبط هالشكل صار. أما إذا هاي الحالة الأولى، هاي الحالة الثانية، إذا لم تتغير الدالة فقط موجب موجب أو سالب سالب نحصل على حالة ثالثة باللون الآخر أكتبها. الحالة الثالثة عندنا F برايم of X أكبر من صفر لكل X تنتمي للفترة CB، وبنفس الوقت ال F برايم of X أكبر من الصفر لكل X تنتمي للفترة AC، أي دالة فقط موجبة بهذا الترتيب. صورة أخرى للموضوع باللون الآخر أكتبها وأرسم عليها الجزء الثاني أيضا بهذا الترتيب إن شاء الله، شوفها واضحة. هذه هي الدالة of prime of x، هنا عندنا نقطة C، هنا نقطة A، هنا نقطة B، الدالة مثل فقط تزايد بهذا الترتيب. لاحظ هنا لا هي عظمى ولا هي صغرى، ما الترتيب هذا سمى نقطة حرجة فقط. نستنتج أن السي و اف اوف سي بهذا الشكل نقطة حرجة فقط، نقطة حرجة فقط. والحالة الأخرى أيضا بنفس الوقت إذا كانت فقط سالبة أرسمها فوقها الإشارات، أو إذا كانت بهذا الترتيب. لاحظ وياي أيضا هنا عندنا نحصل نقطة حرجة فقط إذا كانت تزايد أو فقط تناقص. في هذه الحالة يمكن أن تتغير صيغة السؤال بهذا الشكل: جد النهايات العظمى والصغرى للدوال التالية. وأيضا يكون رسم توضيح وحد فاصل في هذا النوع من الأسئلة. مثال على هذه الحالة F of X، صيغة السؤال بهذا الشكل: جد النهايات العظمى والصغرى إن وجدت، إذا موجودة إن وجدت للدالة التالية، للدالة التالية. المثال الأول لاحظ وياي F of X يساوي لنا X تكي. خطوات الحل نعيدها كما مرة سابقا: نشتق الدالة، الحل SOL F برايم of X يساوي لنا 3 X تربيع. بعدها نجعل المشتقة تساوي صفراً، F برايم of X يساوي صفر، ومن أتى سردنا 3 X تربيع تساوي صفر. تقسيم 3، عندنا تقسيم وعندنا تحليل، هنا فقط تقسيم. من أتى نستنتج أن ال X تربيع تساوي صفر. نأخذ الجذر التربيعي للطرفين، جذر تربيع، هاي العلامة كلش كافية بدل الكتابة، راح نستنتج أن ال X يساوي صفر. النقطة صفر نعوضها وين؟ في الدالة الأصلية، راح يصير عندنا F of صفر يساوي لنا صفر تكعيب، ويساوي لنا صفر، نستنتج أكو نقطة اسمها صفر صفر، نكتب أمامها نقطة حرجة
مرشحة. كلمة مرشحة ممكن هذه النقطة أن تكون نهاية عظمى أو نهاية صغرى أو نقطة حرجة فقط، مثل ما وضحناها حسب التعريف للنهايات العظمى والصغرى. نرسم خط الأعداد ونضع عليه قيمة الأكس بهذا الشكل، الاستعانة بالمخطط السهمي لتوضيح الموضوع. F prime of X هنا قيمة الأكس صفر، قيم أكبر من الصفر جوار العدد من جهة اليمين وجوار العدد من جهة اليسار قيم أصغر، ونعوضها وين؟ في المشتقة، المشتقة بهذا المكان، هاي هي مشتقة الدالة. راح نجد بهذا الناتج F prime of واحد موجب واحد على جهة اليمين يساوي أن الناتج ثلاثة في موجب واحد تربيع، نحصل إشارة موجبة، ثلاثة في واحد واحد اثنين ثلاث إشارات، إذن عندنا هنا مناطق تزايد. السؤال إذا طلب إيجاد مناطق التزايد والتناقص تكتب، إذا لم يطلب ما تكتب، فقط الرسم يوضح المسألة. هاي مناطق التزايد ما نحتاج نكتبها، إذا لم يطلبها في السؤال فقط على الرسم توضح. عدد آخر جوار العدد أصغر من الصفر، F برايم أو سالب واحد يساوي لنا ثلاثة في سالب واحد تربيع، الإشارة تروح ويا التربيع أيضا يطلع الناتج موجب، فقط نكتفي بالإشارة الموجبة، الدالة فقط متزايدة. لاحظ الحالة الثالثة اللي ذكرناها، الحالة راح نستنتج أن النقطة صفر صفر نقطة حرجة فقط، صفر صفر نقطة حرجة فقط، لا عظمى ولا صغرى، فقط متزايدة. نقدر نتأكد بطريقة رسم الدوال أن الجواب مالنا صحيح. نرسم الدالة، هذا الموضوع كله تمهيد لرسم الدوال، الغاية من عنده بالضبط هو رسم الدوال بالشكل الصحيح باستخدام التفاضل وليس جدول النقط الإضافية. هنا X هنا Y، أخذ الصفر صفر تعويض في الدالة الأصلية، ناخذ واحد واحد، ناخذ سالب واحد سالب واحد، الدالة ذات أسس فردية متناظرة حول نقطة الأصل، ناخذ اثنين صار عندنا ثمانية، ناخذ سالب اثنين صار سالب ثمانية. لاحظوا يعني هنا الناتج، أرسم هذه الدالة بشكل مبسط للتوضيح لا أكثر ولا أقل. هذه هي الدالة. النظام الإحداثي صورة تقريبية للموضوع للتأكد من صحة الحل، وهذا الإشارة موجودة في الكتاب بالنسبة لهذا الموضوع. النقطة الأولى صفر صفر نقطة الأصل، لاحظ هنا هذا محور السينات وهذا محور الصادات، النقطة عندنا موجب واحد موجب واحد بهذا المكان، النقطة الثانية اثنين ثمانية، هاي النقطة اثنين ثمانية للأعلى لتكن في هذا المكان، عندنا النقطة سالب واحد سالب واحد بالجهة الأخرى بهذا الترتيب، والنقطة الثانية أيضا بعيدة في هذا المكان بهذا الشكل. الدالة راح تأخذ هذا الوضع بهذا الترتيب، لاحظوا ياي متزايدة منه، لاحظوا ياي فقط متزايدة، الدالة توضحت أن الدالة شنو؟ متزايدة. لاحظ الرسم فقط تزايد، تزايد ما قبل الصفر وتزايد ما بعد الصفر. لحد هنا واضح هذا الدرس إن شاء الله، أخذنا مثال واضح على هذا الموضوع من الكتاب. أي مثال مشابه لهذا الموضوع راح نغير صيغة السؤال حتى ما تكون عندنا أمثلة متشابهة، الغاية مو من كثرة الأمثلة، فقط نستفاد من المثال في مكانات متعددة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.